بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين وشراحه في الدارين آمين. أما بعد، الباب الثامن من الكتاب 23، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ذراب الفحل. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 87 بعد 4000، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع حاء قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء. يعني إيه بيع فضل الماء؟ إذا كان هناك إنسان يمتلك بئر في الصحراء وعنده فيه ماء يزيد عن حاجته، وبجوار هذا البئر في كلأ مباح، إذا منع الناس أن تأتي لتشرب من فضل الماء الزائد عن حاجته من بئره، امتنعوا أن يرعوا في الكلأ المباح، لأن المواشي إذا رعت لابد أن تشرب ماء، فلو منعتهم من فضل مائك منعتهم الكلأ المباح، فهذا يؤدي. والكلأ المباح هذا الناس فيه شركاء، فهمت؟ وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، عن منع فضل الماء، إن كان حتى البئر لك مملوكة، فما بالك لو لم تكن مملوكة وأنت بوضع اليد ثم تمنع الناس أن يشربوا منها، أو أن تبيع لهم إيه ما زاد عن حاجتك، فبيعك ما زاد عن حاجتك من الماء يؤدي إلى أن الناس تشتري منك الماء لغرض الكلأ، فكأنهم يشتروا الكلأ، والكلأ مباح. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، لأنه فيه احتكار للكلأ، الكلأ المباح، والكلأ هو ما يرعى فيه من غير المملوك، فهمت ازاي؟ من في أرض غير مملوك. أما إذا حازه، يعني إيه؟ يعني غرف من البئر وجعله في إناء، فالحيازة هل تجعل الماء له أن يبيعه أم لا؟ فيها خلاف، والراجح أنه له يبيعه طالما حازه خارج البئر. حازه يعني إيه؟ يعني ملا جراك وآنية وحطها كده جنب، أو دلاء جمع دلو يعني، ووضعها. يبقى إذا حازه له أن يبيعه، إذا حازه. أما وهو في البئر فلا يمنع فضل الماء في البئر، حتى يستطيع أن يستفيد الناس بالكلأ المحيط بالبئر في الأرض غير المملوك. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ذراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه عن بيع ذراب الجمل؟ اللي هو عسيب الفحل. في الرواية الثانية نهى عن بيع عسيب الفحل، وريناها في الزمان.
عسيب الفحل اللي هو ايه المني بتاع الفحل. طب وانت بتشوف المني بتاع الفحل وهو بينزو على الناقة لا ترى، فكيف تبيع ما لا ترى؟ وانت اصلا لما بتجعل الفحل ينزو على الناقة لغرض ان الناقة تحمل، طب وانت ضامن ان كل ضرب يتم بينه حمل؟ مش ضامن. وبالتالي يبقى لا يباع، لا يباع ضراب الجمل اللي هو انكاح الجمل للناقة لغرض ان تحمل الناقة، فلا يجوز بيع الضراب هذا. واضح؟ ليه؟ لانه غير مضمون النفع، متيقن النفع، وغير قابل على التسليم، لا تستطيع ان تسلمه، وغير مرئي. شوف في كم سبب لانه لا يجوز بيعه. وبالتالي ضراب الفحل يكون من باب المواساة بين الناس لا لمقابل. يعني واحد عنده ناقة وانت عندك فحل، والناقة تريد انك انت تحمل عليه، انه هو ايه يعطيك الفحل من باب المواساة حتى تحمل الناقة، فاهم؟ ولا تشترط عليه ثمن. اذا جاد لك بهدية لا بأس، لكن لا تشترط له ثمن. ليه؟ لان المفروض ان المسلمين، المفروض على كل مسلم ان هو يواسي اخيه المسلم. فنهى عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء، يقصد فضل الماء. يبقى بيع الماء هنا يقصد فضل الماء او الماء غير المحاز او الماء غير المملوك، تحتمل المعاني دي كلها. والارض لتحرس، نهى ايضا عن الارض لتحرس اللي هو نهي عن المزارعه، كما قلنا المزارعه في بعض صورها منهي عنها، كان يعطيه الارض ليحرسها على ان ياخذ جزء معين مما يخرج من جزء منها. هذه الصوره منهي عنها كما شرحناها قبل ذلك. يبقى عندنا ثلاث منهيات في هذا الحديث: بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، والارض لتحرس. ثلاث مناهي، وكل منهي من هذه المناهي له ضوابطه. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك حا قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث، كلاهما عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. شفت بقى العله؟ اي يبقى لو منعت فضل الماء هتؤدي الى انك انت تمنع فضل الكلى المباح. ليه؟ لان المواشي لا ترعى الا اذا ارادت ان اذا كان بجوار الرعي ماء، لا هو الا هتتخنق، هيقف الاكل في زورها تموت. فالمواشي اذا رعت لابد ان يكون بجوارها ماء، فان منعت فضل الماء منعت الرعي، فهمت؟ لا يمنع فضل الماء، وفضل الماء يعني ما فاض عن حاجتك، ما بقي عن حاجتك، ليمنع به الكلى، أي يؤدي هذا إلى امتناع الرعي في الكلى المباح لعدم وجود الماء الذي تحتاجه المواشي بعد إيه؟ بعد الرعي أو أثناء الرعي. وعنه به قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملته، واللفظ لحرملة، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. وعنه به قال: وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. لأن الناس لو باع فضل الماء معناه مش راح تشتري الميه، دي راح تشتري الكلى، فاهم؟ فكانه بيتحايل هو.
بيتحايل على بيع الكلأ بانه يبيع الماء اللي بجوار الكلأ. فهمت بقى المسألة؟ فالنبي ايه يمنع التحايل على الناس. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، السنور اللي هو القط يعني. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب، هل يجوز بيع الكلب أو لا يجوز؟ لا يجوز بيع الكلب إن كان لغير غرض مباح بالإجماع. لا يجوز بيع الكلب إن كان لغير غرض مباح بالإجماع. وهي إيه أغراض بقى اقتناء الكلب؟ أغراض اقتناء الكلب أن يكون كلب صيد أو ماشية أو حرث، حرث يعني زرع، يعني كلب حراسة أو كلب صيد. لأن كلب الماشية بيحرس الماشية، وكلب الحرث بيحرس الحرث، وكلب الصيد بيصطاد. يبقى فوائد الكلب أن يكون إما للحراسة أو يكون لإيه؟ للصيد. الوقت في فوائد أخرى في زماننا ده، الكشف عن المتفجرات، معرفة المخدرات، معرفة المجرمين، يبقى في فوائد أخرى. طب الكلب المفيد ده هل يجوز بقى بيعه ولا لا يجوز بيعه؟ هنا الخلاف الفقهي. لكن الكلب الغير مفيد اللي زي اللولو ده، زينة كده بتاع يجري يتنطط ده، جرو كده، ما ينفعش ده بالإجماع لا يجوز بيعه. فاهم؟ ذهب الأحناف إلى جواز بيع الكلب المفيد وصحة ثمنه، ده مذهب الأحناف، واضح؟ وقالوا أن النهي عن بيع الكلب، عن ثمن الكلب، أي إن كان غير مباح، يبقى كأنه مقيد عندهم بهذا المعنى. فلو كان مباحا له أن يبيعه. ويعني إيه مباح؟ يعني مفيد، يؤدي فائدة، والفائدة إما الصيد أو الحراسة أو ما يستجد من إيه؟ مما يستعمله الآن الشرطة، أجهزة الشرطة في استعمال الكلاب في إيه؟ في معرفة المجرمين والمتفجرات وغير ذلك. أما الشافعية فقالوا لا يجوز ثمن الكلب مطلقا، لو سواء كان مفيد أو غير مفيد، لا يباع أصلا. والمفيد يبقى معناه إيه؟ إنه يتواسى به، يعني بلا ثمن، يبقى من باب المواساة والمساعدة وليس على سبيل الثمن. أو أن يكون الثمن مقابل الانتفاع لا مقابل البيع. لكن لا يجوز بيع الكلب مطلقا عند الشافعية والحنابلة. طب المالكية قالوا إيه؟ المالكية عندهم ثلاث أوجه، ثلاث مزايا في المالكية. ثلاث مسائل يعني أوجه عندهم. وجه زي الشافعية، لا يصح بيعه خالص بأي حال. وجه تاني زي الأحناف، يصح بيع المفيد. وجه ثالث انفردوا به، وهو أنه لا يصح بيعه إلا أنه في المفيد يجب ثمن إتلافه إن أتلفه. فهمت بقى الملكية قالوا إيه؟ يعني لو كان كلب مفيد لا يصح بيعه صحيح، لكن لو قتله يدفع ثمن إتلافه. فهمت بقى المسألة؟ على مذهب الاحناف اذا كانت مفيده، افرض بيبيع لك كلب حراسه، يبقى على مذهب الاحناف صحيح، سيبه يبيع كلب. تمام، انت لازم تخليه شافعي يا اخي، خليه حنف، وخليه وده كمان واجهة عند الملكيه. فهمتني ازاي؟ مفيش حاجه. فلما الكلب مفيد
لكن لو كلب زينة لا له حرام عند جميع المسلمين، واضح؟ لكن لو كلب مفيد خلاص. الشافعية ليهم رأي يقول لك ان لك انك انت يسموها حيلة فقهية، ما هو مش هيسيب لك الكلب الا ما تدفع له فلوس. طيب وانا عايز، وانا راجل شافعي وانا عايز الكلب ده عشان اخده حراسة عندي، فهمت؟ اعمل ايه وانا راجل شافعي واعلم ان ثمن الكلب حرام؟ اعمل ايه؟ يبقى ادفع له المقابل رفع اليد، لا ثمن للكلب، ده مقابل رفع يده عن الكلب عشان يخليه لي، فهمت ازاي؟ يبقى الثمن الذي يدفعه الشافعي ويحوز الكلب لا ثمن بيع وشراء، بل ثمن رفع يد خلاو ورجل زي ما بيقولوا، واخد بالك ازاي؟ يبقى بيخلو عن يد هذا فينتقل الى يدك. والفرق بين البيع ورفع اليد الضمان، يظهر في الضمان. لو قلنا بيع على مذهب الاحناف فمات الكلب وهو في يد البائع قبل ان يستلم المشتري، يبقى في ضمان البائع، فهمت؟ ولو مات الكلب بعد ما استلمه المشتري يبقى في ضمان المشتري، فهمت؟ لكن لو قلنا رفع يد ومات الكلب مش في ضمان حد، فهمت؟ خلاص ضاعت عليك الفلوس خلاص، فهمت الفرق؟ يبقى يظهر الفرق بين رفع اليد والبيع والشراء في الضمان، الضمان يبين. مقابل رفع يد، يعني كل ما لا يجوز بيعه وفيه فائدة، كل ما لا يجوز بيعه وفيه فائدة الشافعية يحصل عليه برفع اليد ولا يحصل عليه بالبيع والشراء، زي روث البهائم وزرق الايه الطيور في الارياف، بياخدوا روث البهائم وزرق الطيور يستعملوه سماد في الارض، مش كده؟ لا يجوز بيعه لانه نجس عند الشافعية، ولا يجوز بيع النجس، بس انا محتاجه في ارضي وانا راجل شافعي، يبقى احصل عليه برفع اليد، فهمتني بقى ازاي؟ يبقى في اشياء يحتاجها الناس لا يجوز بيعها لكن يحتاجها الناس، فاذا كانت لا يجوز بيعها في مذهبك فتدفع المقابل رفع يد، فهمت ازاي؟ لتحصل عليه. لكن الاحناف يريحونا في موضوع الكلاب، قال لك اذا كان مفيد اشتري، بيع واشتري عادي مفيش مشكله، على مذهب الاحناف، وهو قول عند المالكيه، وهو قول مشهور عند المالكيه ايضا، ولهم قول زي الشافعيه بالظبط يحرم على كل حال. ان لا يجوز بيعه ولكن عليك ضمان اتلافه، فهمت؟ ده التالت. نهى عن ثمن الكلب. ايه بقى مهر البغي؟ ومهر البغي هو المقابل المالي الذي تأخذه المرأة لتزني بالأجرة، فهذا حرام قطعا للدافع وللآخذ، حرام قطعا بإجماع المسلمين. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن هو أجر الكاهن، الكاهن اللي هو إيه؟ اللي هو بيدعي الإخبار بالمغيبات، إذا كان بيستعمل الجن يسموه كاهن، إذا كان بيستعمل النجوم يسموه منجم، إذا كان بيعرف الغائب يسموه عراف، كل دول منهي عن تمام. يبقى عندنا كاهن ومنجم وعراف. العراف اللي هو يعرف يدعي معرفة الغائب، ضاع منك الموبايل بتاعك تروح للعراف، يقول العراف يقول لك خدوا صاحبك فلان، روح خدوا منه، عامل نفسه عراف ابو العريف وتدي له ثمن، هذا حرام، فهمت ازاي؟ زي ما واحد يتسرق منه حاجه في بيته او يتسرق شيء فيروح للعراف عشان يعرفه من السارق، او يقتل له قتيل قريب فيذهب للعراف عشان يقول له من قتل هذا القتيل، فهمت؟ ده يسموه العراف، حرام برضه الذهاب اليه. والمنجم ان هو يستعمل النجوم في معرفه الايه الامور الغيبيه في المستقبل،
سموه منجم، والكاهن اللي بيستعمل الجن والكهانة، كل دول منهي عن انك انت تروح لهم اصلا او تدي لهم مال. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد. الوقت بقى فيه كمان ايه، قارئ الكف اللي يقرا كفك ده بيعملوا تذاكر في اوروبا، روح تدفع $100 عشان تخش يقرا لك كفك، واخد بالك، ويقرا افاك ويقرا ودنك، اه والله حاجات غريبه الشكل، ويقرا عينك تبص له كده وعينيه يبص كده يقول لك قدامك هشوف حاجات غريبه. لدرجه ان شفت مره على اليوتيوب واحده بتقرا مستقبل الانسان من مؤخرته، اه والله على اليوتيوب، فشيء عجيب، وبياخدوا اجور كل ده مني عنه، كل ده دجل المسلمين ما يضيعوش وقتهم فيه، فاهم؟ يقرا الفنجال، يشرب القهوه، وبعدين يشرب القهوه يعملوا كده ويكبوا، وبعدين يبان فيه شويه تعريقات كده، وبعدين يقعد يقرا له الفنجال، يرمي الودع، كل ده منهي عنه، كل ده داخل في سماء في حلوان الكاهن، كل ده داخل في حلوان الكاهن، ويقرا كف رجله. يعني كنت مره في الاقصر من عده سنوات، لقيت ناس طوابير واقفين، قالوا اصل في راجل اجنبي خبير في قراءه القدم، والناس قاعده بتدفع وحاجزين بالحجز، ولما فلوس قد كده، وكل واحد يروح يقلع الشراب ويديله رجله كده يقعد يقرا، حاجه غريبه والله، شيء عجيب. شوف النبي بقى حررنا احنا من الشغلانه، لا وقفنا في الطابور ولا دفعنا فلوس ولا ضيعنا وقتنا، شفت بركه الدين ده، والا كنت تعيش وراء اوهام وتضيع وقتك ومالك وجهدك وتعيش في اوهام، كل ده منهي عنه. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله، وفي حديث الليث من رواية ابن رمح انه سمع ابا مسعود. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خليج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. اختلفوا كسب الحجام، لان النبي قال هنا شر الكسب، وهناك في احاديث تانية ان النبي احتجم واعطى اجرته، اجرة الحجامة لابي طيبة الذي حجم النبي، فلو كان سحت ما اعطاه، وعلشان كده كسب الحجام اختلفوا فيه. ايه كسب الحجام المختلف فيه؟ قالوا يبدو ان كسب الحجام يكون حراما اذا اشترط واحتكر، اذا اشترط واحتكر. ليه؟ لان الحجام المفروض انه يعالج الناس، فاذا احتكر العلاج واشترط يدخل في الحرمة، لأنه استغل حاجة الناس. لكن لو جاءه الأجر بغير شرط وبغير احتكار فلا بأس. واضح؟ للجمع بين إيه؟ النهي عن كسب الحجام وجواز أكل إيه الحجام. لأن هيجي لك بعد كده باب لإيه؟ في كسب الحجام. في جواز كسب الحجام. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شمي قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. السنور اللي هو القط. وقال الشافعية السنور ثمنه النهي فيه نهي تنزيه وليس نهي تحريم. والكلب عندهم الثمن فيه نهي تحريم. الشافعية قالوا ذلك. وذلك للفرق بين عندهم في مذهبهم بين أن الكلب نجس والسنور طاهر. فهم؟ فطهارة السنور خلت النهي عن ثمنه للتنزيه، ونجاسة الكلب جعلت النهي عن ثمنه للتحريم. ده طريقة فهم الشافعية في المسألة. وبعض العلماء قالوا ثمن السنور حرام كثمن الكلب إن لم يكن له فائدة برضه، فتركوا الفائدة. افرض انت هتشتري سنور عشان عندك فئران، لأنه هيقاوم الفئران اللي عندك، يبقى له فائدة، يبقى ادفع واشتري على مذهب مين؟ الأحناف. فاهم؟ لكن احنا بيجوا لنا ببلاش في الجراشة الحمد لله، يعني القطط عندنا ما شاء الله كله ببلاش، حتى من غير ما تروح تجيبهم هم بيجوا لوحدهم. باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. نحو ذلك يعني كل ما يستجد من فوائد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب في الأول. أمر في الأول، لأنه خد بالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وعده سيدنا جبريل أنه هيجيله فتأخر عن موعده. سيدنا جبريل ده موعده زي الساعة، النبي عارف كده، فتعجب فخرج عن من حجرته صلى الله عليه وسلم يتفقد، فوجد سيدنا جبريل واقف على باب الحجرة لا يريد أن يدخل. قال له لما؟ قال تحت سريرك جرو، يعني كلب صغير. فهمت؟ الظاهر دخل تحت سرير النبي، والنبي ايه؟ لم يدرك ان ده يمنع سيدنا جبريل من الدخول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف السبب ده ان الملائكه بتكره الايه؟ الكلاب، فكاد ان يامر بقتل الكلاب. فجاله سيدنا جبريل ونهاه عن ذلك وقال انها امه من الامم. يعني تعمل توازن بيئي. يعني الكلاب بتعمل توازن في البيئة برضه، بتحد من ايه؟ من وجود الديابة داخل ايه؟ العمران. يعني طول ما في كلاب في المنطقة المسكونة يمنع الديابة تيجي من الصحراء وتعيش مع ايه؟ وتهجم على الناس. وفي نفس الوقت يحد من تكاثر القطط. يعني بتأدي فوائد، توازن بيئي، ولا ده يطغى على ده؟ فاهم؟ فأمر بقتل الكلاب أي أولاً. وبعد كده جاء النهي ونسخ. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. وعن أبي قال وحدثني حميد بن مسعدة ليه؟ لأن الملائكة ما بتجيش يعني في حتة فيها، فالنبي كان عايز المدينة كلها تبقى مرتع للملائكة، فأراد أن يقتل كل كلاب المدينة. فهم؟ لكنه إذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية أتبعها. المرية مصغر مرأة، يعني المرية يعني إيه؟ مصغر امرأة،
حتى إن لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها، يعني اللي بيمشي وراها يعني. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، زيادة كده زرع مكان إيه ما قالوش. فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا، علشان لي زرع يعني يقصد حراسة يعني، بيحتاجوا للحراسة يعني، مش بيدعي إن سيدنا أبو هريرة بيضيفها علشان هو محتاجة، لا علشان له زرع افتكر هذا الأمر لأنه هو محتاجه، فافتكر الخبر عن النبي. فهمت؟ أدي معنى، مش بيتهم إن هو إيه بيزود في الشرع، لا. يبقى كلب الزرع وكلب المشية الهدف منهم إيه؟ الحراسة. يبقى كلب الحراسة، تريح نفسك. يبقى إذا كان كلب حراسة مفيش مشكلة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. خدت بالك؟ أو نهى عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم، لكنوا ما تقتلوهاش إلا الأسود البهيم، اللي هو الأسود البهيم يعني الأسود السادة اللي هو ما فيهوش لون تاني، اسود خالص يعني، يبقى الاسود البهيم والاسود الخالص. ذي النقطتين فانه شيطان، يبقى النوع ليه؟ لان الشيطان اذا تمثل في صورة كلب ياتي في صورة كلب اسود بهيم. فذهب الحنابلة الى قتل الاسود البهيم مطلقا، ثم بعد ذلك الشافعية فهموا ان الاسود البهيم ان كان ضارا أو غير مفيد، ضارا يعني يعني مسعور يعني بيعور الناس أو يكون غير مفيد، إنما الحنابلة لا، ده مطلقا كده أول ما يشوفوا أسود يقتلوا على طول. فخدوا الحديث على إيه؟ على ظاهره. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف ابن عبد الله عن ابن المغفل قال أمر رسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. حتى إن الحنابلة قالوا إن الأسود البهيم لو كان كلب صيد واصطاد لا يحل صيده كمان، الحنابلة قالوا كده. شوف قد إيه يعني، لو كان أسود بهيم وكلب صيد فاصطاد وقتل ما صاده لا يحل صيده. فهمت؟ ده مذهب الحنابلة. وعن أبي قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، هو مذكورة إيه؟ الزرع. فمش زيارة من أبو هريرة، دي مرفوعة للنبي وليس من كلام أبو هريرة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، ضاري يعني كلب صيد يعني، إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان. يعني دليل هينقص عمله ليه؟ لانه هيحرم من دعاء الملائكه. والملائكه لما تبقى موجوده في المكان بتصلي على الانسان يعني تدعو له وتستغفر له
وتحصل بوجودها البركة. لو كان عنده كلب يمنع وجود ملائكة البركة وملائكة الرحمة، وبالتالي هينقص عمله لأن دعائهم بيضاف لعملك. ولم يعلل هذا التعليل أحد إلا أنا، والله أعلم هل صحيح أم لا، لكن أنا بقوله لك وخلاص، والله تعالى أعلم. أو ينقص إيه بشؤم أنه ارتكب نهي، ده اللي قاله العلماء يعني، قالوا بشؤم ارتكابه للنهي يقل عمله، فالمعصية تجعل ثواب عمله في الطاعات أقل. ولكن الحقيقة إن المعصية لا تمنع ثواب العمل الصالح، المعصية لها عقاب والعمل الصالح له أجر، دي الراجح كده، فهمت؟ لكن أنا الله أعلم، أنا أعتقد إن هو يقلل عمله بسبب حرمانه من دعاء الملائكة له ووجودهم في مكانه، لأن وجودهم بركة ودعائهم في صحيفته، فإذا حرم يقل عمله، يعني يقل ثواب عمله، والله تعالى أعلم. لكن المهم إن إيه، إن وجود الكلب بدون فائدة بينبني عليه ضرر أخروي للإنسان، ضرر في آخرته، فهمت إزاي؟ وبالتالي الإنسان يتجنب هذا. لكن لو كان كلب له فائدة ما دخلش في إيه؟ في الأزمة دي بقى خلاص، فهمت إزاي؟ الكلب اللي له فائدة زي كلب الحراسة أو كلب الصيد ما فيش مشكلة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا أو إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وابن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. هنا قيراط وهنا قيراطان، هل بقى يعني ده وهم من الراوي ولا زيادة ثقة؟ فالراجح أنه زيادة الثقة مقبولة، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أولا أنه ينقص قيراط، ثم بعد ذلك لما شاع الأمر وانتشر إيه زاد الله سبحانه وتعالى في إيه في نقصان إيه الأجر حتى يمنع الناس من اقتناء الكلاب بغير إيه ضرورة. تحتمل كده إن ده تدرج في التشريع، تحتمل دي وتحتمل دي. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرف، وكان صاحب حرف. وعن أبي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر بن حمزة ابن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان بشؤم مخالفة النهي. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط.
وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أبو رزين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي اللي هو إيه كان فوق قال إيه شنوءة من شنوءة فدي نسبته بقى الشنائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ونقف على باب حل أجرة الحجامة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.